هنا ينقلع خوتي. بغيت نقول لكم باللي حكم الدين الشرطه الى له على فوتي. صباح الخير عليكم. اصبحنا واصبح الملك لله. السلام والرحمه والاكرام. اول يوم في مونتريال ان شاء الله نكتشفوه مع بعض مع صديقي مروش. السلام عليكم. هاشتاج اصدقاء جوال. اصدقاء جوال. ادخل في الهاشتاج. اوكي. عندي سؤال ليه اولا نعرفكم به. صاحب قناة مروش لايف تي في. عنده فلوجات بزاف 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 هاي الان. وين في الجزائر؟ من باتنا. من باتنا ما شاء الله خير الناس. اولا شحال من دولة زرتها؟ بسم الله. واحد الله. بو. فرنسا. تونس. الانجليز. قولوا على خمسة. هذه ستة. كندا. امريكان. بيرو. مكسيك. جابان. جابان. كوريا. كوريا. هونغ كونغ. هونغ كونغ. زيد. كيف اسمه هذيك تاعك؟ اندونيسيا. اندونيسيا. امريكا، كندا، المكسيك، بنما، هايتي، جامايكا، بيرو. مؤخرا كان في الجزائر ودار فلوجات على الجزائر شوفوهم. على اي حال anyway القناه تاعها غادي تكون في الديسكريبشن بالاكيد. هو صاحب هو الراعي الرسمي لهذو الفلوجات. اول حاجه تعلمها كي تعود تسافر مع الوقت يولي عقلك متفتح. تولي عندك قبول قبول الطرف الاخر، قبول الاراء الاخرين، تولي عندك تقبل اراء الاخرين. انطباع لي في هنا داون تاون انها بلده ذات طابع اوروبي الاكيد. وانطباع اخر يتكلموا بالفرنسيه بزاف بزاف بزاف، الا انها اللغه الرسميه هنايا كاين لغتين، الانجليزيه والفرنسيه، على عكس امريكا اللي فقط اللغه الانجليزيه. مع الامطار والضباب كانك في لندن. بون نسيت باش نقول لكم على الاوتفيت تاع اليوم. بون كاين ستايل بزاف، كاين ستايل بهلول، كاين ستايل ما على باليش تاع تلبس وساي. هذا ستايل مافيوس تاع مافيا. مروش هو اللي قال لي هذا ستايل. شو مروش شو مروش فيري شو طليانو طليانو ستيكي سمو هذا كومي ستايف راكيلو مافيوزو. لا اللي كيطبعها السوكس. كاين ستيل بهلول وستيل ما على باليش وكاين بزاف لي ستيل. كل فلوق نعرفكم بستيل. عندنا هنا لي توريست راهم يكتشفوا في المكان. فسمعت لهذاك الجيد يقول له انا ما زرتش باريس. ان هذه المنطقه تشبه كثيرا باريس. ما على باليش اللي شافوا باريس يقولوا لي في الكومنتات اذا فعلا تشبه باريس ولا لا. مروش الاكل وين؟ جعت انا جعت مروش خويا جعت. مفارقه اخرى بين امريكا وكندا، فالامريكان عندهم ستاربكس والكنديان عندهم تيم هورتن. دولار تقريبا دولار. بقلاوه من عند مروش. روح يا ريجيم روح. شي يرد عليهم بهذه الصوره خاطيني. كندا هما راهم يقولوا هاك. انا والله لا خاطيني. هذه معلومه. وصلنا الى المطعم اللي غادي نتعرفوا من خلاله على بوتين رئيس روسيا. نشرح لكم على بوتين الاكلة مما تكون بها بصح ما نجيبش نقارن. شخف شخف. مطعم شوفوا هنا النظرة مع النو كاع نظرة رومانسية. نظرة رومانسية من لا.
وكلي البطاطا، هذه البطاطا على سموها بوتين ما على باليش، والفرماج هذا تشيز، وهذه الصوص يعني السحر في الصوص تاع الدجاج. الحمد لله، هذا دليل على ان الاكل بزاف بزاف شباب. هنا ولو فرق من فروقات بين كندا وامريكا، وهذه في الجانب المال. اذا عندنا هذا الدولار الامريكي يقول لك فيه رائحه لا دروغ، رائحه الكوكايين، فهذه يشموه شوف ما فيش. يقول لك الدولار الكندي، الدولار الكندي هذه الاوراق تبدا من 5 دولار كندي ويطلع اي تحت 5 دولار كندي قطع معدنيه. فيقول لك فيها لائحه المابل سيرو، هذا المابل هو داك الورقه اللي تشوفها في العالم الكندي وتشوفها في معظم الاشجار، ما فيهاش اوراق كثيره، فممكن تشم هذه الرائحه ما فيهاش. وايضا بغيت نقول لكم على طريق المواصلات، شروا هذه تكفيكم لمده يوم ب 10 دولار كنديان، اي ما يقارب 7 دولار امريكي، تكفيك لمده يوم انليميتد، يعني تروح الباص وترين وقت ما تحب وكيف ما تحب. احسن من تشري وان رايد ب 3 دولار، تشري هذه احسن يوم كامل اش 24. يلا سلام، تشاو. بغيت عباطل هذا الشيء، رانا في كومبلكس دي جاردان ورانا لايف في الانستغرام تاعي، هو راه يحكم. انا ضيف عنده في كندا وهو راه ضيف عندي في الانستغرام، راه يحكي للمتتبعين، فتابعوني في الانستغرام حاجه مليحه تستفاد، راح يحكي لهم على الهجره والسياحه والمدرسه انستغرام. ومن بعد تعرف واش دير. صباح الخير عليكم، اصبحنا واصبح الملك لله، اليوم الثاني في مونتريال كندا، ويوم جديد في الصباح. بغينا نروحو تيم هورتن، سياركم تعرفوها، ومن هنا ناكلو بيتزا، خيرنا بيتزا. روح يا ريجي مروح. سي بو، الله اكبر، تلاقينا كاميرات، تلاقو كاميرات. شكرا اخونا من باكستان. ايوا مسلم، الحمد لله الحمد لله. كنا باين ناكلو غير البيجي، فقال لي كلش حلال، هيا دينا الميت. شكرا، بارك الله فيكم. صح، بريكفاست تاع اليوم بيتزا. اول مكان راح نكتشفوه وهو والله ما اعلم كيف هو، مول رويال. مول رويال شافيه، نكتشفو شافيه. تشاو سلام. رانا في البارك، وبعد اكتشافه وبعد نظره، اول شيء اللي حيرني فيه وحير كاع الناس اللي زارته هو البرد خوتي اللي فيه. راه عندي مشكل في الخريف، الجمع تاعه ما على باليش كيش، من اجمل الاخرفه في العالم، ولا الخرفان ولا الخريف شي يقول. الله ما على بالي من البارح، من اجمل الخريف في كاع العالم هنا كاين في كندا ما شاء الله. شوف 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 اروح اروح اه. وي خزلي خزلي خزلي، اروح ماشي يطني. لا والله هذا المكان بالتحديد بالتحديد ذكرني بمكان في انجلترا، في لندن زرناه، وهو قريه غرينتش، وزرنا فيه خط غرينتش. واخيرا وصلنا الى هالمنطقه تاع غرينتش. هاكا راني في الغرب وهاكا في الشرق، غرب شرق، هاكا شرق غرب كيسموها، شرق غرب غرب الشرق شربيقه. ثانك يو. اذا من الان راح ندخلوا هذا المكان، نبغي نكتشف، نبغي نكتشف. شوفوا شافي، يقول لك
هادو التماثيل يا اخويا شحال يصورها. فاكتشفت هذه من دار هذا شوفوا يعرفك بالتاريخ تاع مونتريال كيفاش. تضغط هنا تخير فرنسيه ولا انجليزيه وعندك هذا تسمع به. حاول 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 تسمع وتشوف هنايا راكم باغي تشوفوا ارواح. انا في مكان اخر راكم تشوفوا فيه هذا اللاك على بالي لاك انوار تاع فيجايه. مقارنه اخرى من حيث الطبيعه امريكا تخسر كندا تفوز. من اجمل الاماكن من حيث الطبيعه في العالم هي بلده ودوله كندا. راني مدهوش من الاماكن الطبيعيه اللي فيها. كندا وخاصه مونتريال من اكثر البلدان اللي فيها تعدد ثقافي ولهذا رانا في حي تاع عرب تموه جون جون والله نسيت اسمحوا لي دوكي نفكر نقولها لكم. رانا في المقهى والله تحس كأنك في الجزائر. شوف هيا بويس دوم بينا هذا حليب شوكو طويل في 4 دولار كنديان اي ما يقارب 3 دولار امريكي. اللقطه الشهيره تاع الميفي نعرفكم عليها هذا ينقلع ينقلع يا المعسكري وينقلع باع يا المعسكري يقول لك باش هذاك ما يشغلش في سلمي ملي قال لكم زعما ندير ريجيم روح يا الريجيم روح. الجزائر غادي تلعب كونت البنين. وصلنا الى مكان اخر مكان سياحي اخر. حاولت بقدر الامكان اني نوفيكم كاع اكثر الاماكن اللي تجوها. اعتقد ان هذا المكان الاخير اللي غادي نروحوا له واللي رانا فيه هو كنيسة كبيرة جدا. كنيسة نعطيكم نبذة تاريخية عندها عن هذه الكنيسة قبل ما نوريها لكم. هي كنيسة كنيسة للديانة المسيحية. كنيسة للديانة والله ما رجعت الدرس خودي ما رجعش دقيقة تالي عرفنا هذا المكان جينا. غادي نوريكم هذه الكنيسة ها يلا هوب تشبه جاتني كيما تاج محل. يلا تشاو. شوف لي يقول بينوكيو. فنظن ان وصلنا الى نهايه الفلوغ ونهايه المغامره هنا في كندا. غدا ان شاء الله نولو لكن شوفوا هذا المطر ما شاء الله والله تقول غير كلمه سبحان الله. صباح الخير عليكم. اهم شيء في السفر وحاجه اللي تفرحك ان الناس دير فيك ثقه. فخرج خلى لي البيت كما هو. فانا الشكر انا نشكرها بزاف على هذه الثقه. مروش بارك الله فيك خليت له هذه الرساله كلمه شكر لا تكفي. فبارك الله فيك على الاستضافه والله صدقني حسيت وكانك فرد من عائلتي والحمد لله اني تعرفت اليك. شخصيه مرحه ومرينه يسهل التعامل والتواصل معها. احبك في الله اصدقاء جواد الى مروش. وجاتني الفكره باش ندير له هذا الاستيكر وندير اهم المحطات واهم لي سوفينير اللي فوتناهم. فواحده منها كانت بومبا الريح خرج الريح. ما نجيبش نقول لكم هذه سيفيني شي ولا بيني وبينه هو يعرفها.
كنقولكم بلي حكمتني الشرطة ودات لي كاع الأموال تاعي وراني هنايا متودر. فعاونوا خوكم المسكين. البرد كتبني خوتي البرد. الحمد لله بغيت نقولكم بلي وصلت بخير، على بالي بلي كان لي تقلق عليا. وصلنا إلى مدينة نيويورك وأنا غادي نروح نيو جيرسي. تشاو. فوصلنا إلى نهاية الفلوغ، بارك الله فيكم، شكرا على المتابعة، حتى تلاقوا في مغامرة أخرى ما تحصلش في أي بلاد وفي أي ولاية من أمريكا. فيا سلام تشاو.